الأستاذ مصطفى زمزم المتحدث باسم المبادرة. أستاذ مصطفى صباح الخير. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني عايزين نعرف آخر التطورات وأبرز التفاصيل الأخيرة عن العمل في مبادرة حياة كريمة. الحقيقة خليني أول أشكر حضراتكم طبعا على إن المتابعة الدقيقة بشكل دوري لكل ما يدور داخل اللجنة الوزارية، وأيضا اجتماعات فخامة السيد الرئيس بدولة رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المختصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة. المبادرة الرئاسية حياة كريمة أصبحت الآن هي الأضخم على مستوى العالم، وخلينا برضو نترجم للسادة المشاهدين ليه هي الأضخم على مستوى العالم، لأن هي المبادرة الأولى من نوعها في أي دولة على مستوى العالم بتعمل في مدة زمنية لا تتجاوز 3 سنوات لخدمة ما يقرب من 58% من سكان جمهورية مصر العربية. نتكلم في أكثر من 58 مليون يقطنوا الريف المصري. المبادرة تكلفتها أو الموازنة حتى الآن تقدر فيما يبلغ 700 مليار جنيه مصري، والحقيقة ده مبلغ هو الأضخم من نوعه في أي مشروع قومي على مدار ال10 سنوات، أو يمكن لو قلنا على مدار التاريخ المصري الحديث. لما بنتكلم عن مشروعات بنية أساسية وتحتية لكل القرى المصرية ما يقرب من 4584 قرية وأكثر من 30,000 تابع، بنتكلم على أكثر من 150 مركز بيضم كل تلك القرى، بنتكلم على أكثر من بناء في المرحلة الحالية اللي بيتم العمل عليها من الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان، 188 مدرسة و317 مجمع حكومي موحد. لما نيجي نتكلم عن صيانة مباني بالفعل تعليمية قائمة في الريف المصري، أكثر من 1227 مبنى تعليمي بيتم الصيانة والإحلال والتجديد، إنشاء ورفع وكفاءة وإحلال أكثر من 617 كوبري هم بالفعل موجودين في القرى وفي الوحدات المحلية. لكن كمان بنتكلم على 2045 طريق بطول 1404 كيلو متر مربع، ده عدد ضخم جدا في التكلفه والميزانيات المرصوده. كثير من المراكز الشباب عشان العنصر البشري وشبابنا في الريف المصري بيتم لهم ان شاء الله 891 مركز شباب واكثر من 149 ملعب، بتجهيز 22 مستشفى على اعلى مستوى بالكود الخاص بمنظومه التامين الصحي الشامل، عشان كمان لما يتم ادراج المحافظات في منظومه التامين الصحي الشامل تكون المستشفيات عندها استعداد للدخول في المنظومه، وكمان بتستوعب الزياده والمعدل نمو سكاني حتى عام 2037. فهنا في تخطيط استراتيجي. يا فندم، بالنسبه لنسب التنفيذ ومعدلات التنفيذ ممكن نعرفها؟ خليني اقول لحضرتك، احنا يمكن كل الارقام اللي كنت بقولها دلوقتي سواء في المدارس او مراكز الشباب او مشروعات الخاصة بالصرف الصحي وإحلال وتجديد شبكات المياه، يمكن تصل نسب تتعدى ال 40% في بعض القرى. احنا وصلنا دلوقتي في مشروعات خاصة بالمجمعات الحكومية والإنشاء وحصر الأراضي من الشباب مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع اللجان المشكلة من وزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين ووزارة التضامن وكافة الوزارات المعنية. احنا بنتكلم في اكثر من 20 وزارة وجهة حكومية بالتعاون مع 23 جمعية أهلية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والقطاع الخاص، وايضا استغلال واستخدام كثير من الموارد القرى والمقاولين المحليين من القرى المصرية. انا عاوز اقول لحضراتكم احنا يمكن دلوقتي بنتكلم في رفع كفاءة وحدات صحية تصل ل 1274 وحدة صحية، وعندنا تطوير وانشاء اكثر من 381 نقطه اسعاف. ده عدد او ارقام ضخمه جدا، ان بيكون العمل بالتوازي في كل هذه المحاور والمشروعات البنيه الاساسيه والفوقيه، ايضا ان في كمان تطوير للقطاع الزراعي وانشاء وحدات بيطريه في جزء خاص بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي من وزاره التضامن في المشروعات الصغيرة. طب أستاذ مصطفى، يعني حضرتك بتتحدث عن محاور كتيرة جدا، هي مش مجرد بس المصالح الحكومية والسكن اللائق، لكن كمان البنية التحتية. وحضرتك ذكرت ان هو او كمان هو موجود يمكن في يعني في شرح المشروع، ان احنا قلنا ان هو المشروع الأضخم على مستوى العالم من نوعه. السؤال هنا ناس كتيرة جدا بتسأل، طب ازاي الدولة قادرة ان هي توفر العمالة وتوفر كمان المبالغ
اللي حضرتك ذكرتها، يعني مبالغ كبيره ومجهود كبير جدا على مدار الثلاث ثواني، يعني ثلاث سنوات، فتره زمنيه قليله والانجاز كبير. ازاي الدوله قدرت ان هي تحقق ده؟ خليني اقول لحضرتك ده سؤال مهم جدا، والحقيقه كمان بقى في ثقه ما بين الحكومه وبين المواطن المصري. النهارده المواطن المصري كان في الريف حاسس دايما ب يعني تهميش، حاسس مفيش اي خدمات، مشروعات اساسيه او حتى ابسط الاحتياجات بتاعته وتكون متوفره في الخدمه الصحيه على الاقل والخدمه التعليميه، وكانوا بيقطعوا الاف الكيلوهات دايما في الوصول لافضل خدمه او جوده الحياه، زي ما كنا دايما بنطالب ان احنا نوصل لكل المواطنين في الريف عشان نحد الهجره من الريف الى الحضر والمدن اللي بتنشا بشكل عشوائي، وبيبدا الدوله تدفع فيها مليارات الجنيهات لنقل سكان المناطق المهدده الى مناطق مثل حي الاسمرات وغيط العنب وبشار الخير وكل المناطق اللي تم انشائها من قبل السيد الرئيس. لكن خليني اقول لحضرتك، ارجع تاني لسؤالك، سؤال مهم جدا، العماله والعنصر البشري الفاعل في هذا المشروع الضخم وهو الاضخم على مستوى العالم بالفعل كما ذكرت حضرتك من القرى ومن الريف المصري. السيد الرئيس كان توجيه مهم جدا ان الاعتماد على كل العماله والاحتياجات حتى وتوفير الموارد وكل المستلزمات من داخل المحافظات وتشغيل بعض المصانع والورش حتى تستفيد دوره اقتصاديه كامله داخل القرى المصريه. العنصر الثاني وتوفير 700 مليار جنيه لهذا المشروع بضخامه هذه الميزانيه، دايما الناس بتتساءل الفلوس بتيجي منين؟ صحيح. يعني كل ما السيد الرئيس يمكن بيطلق مشروع الشعب المصري بيقول ده يعني تدبير الموارد هتكون منين؟ الحقيقه ده الدوله بتعمل عليها من كذا اتجاه، سواء من موازنه الدوله او من خطه الاستثماريه الخاصه بكل محافظه. يعني لما نيجي نتكلم النهارده وزاره التخطيط بتقوم على اعداد دراسه ماليه وافيه بالتنسيق مع مجلس الوزراء وكل الساده الوزراء المعنيين من وزاره الماليه وكافه الوزارات المسؤوله. يا فندم معلش، هو بالتوازي اللي حضرتك قلته، احنا برضو كنا عايزين نعرف دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في المبادره. يعني الحقيقه ده السيد الرئيس طلبه بالامس في الاجتماع، ان يكون في شحذ للهمم خاصه بالمجتمع المدني والقطاع الخاص. المؤسسه الحياه كريمه فتحت باب المشاركات والتطوع ودور الشباب حتى في الرصد والمتابعه وتحقيق كافه اطراف المعادله عشان تنجح ونحقق الجوده. ففي طبعا بعض الشركات والقطاع الخاص هيبداوا يساهموا في المبادرة من خلال الحسابات البنكية اللي تم الإعلان عنها من قبل مؤسسة حياة كريمة. هناك كثير من الطرق للتواصل مع المبادرة والمشاركة فيها، والحياة كمان بيقوم بالإشراف والتنسيق من خلال مؤسسة حياة كريمة مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي اللي بيقوموا على الرصد الاحتياجات واللقاءات والحوارات المجتمعية داخل القرى المصرية، وعاملين مجهود كبير جدا في الرقابة والتنسيق بين الجهات وبين لجان التنمية المحلية، وزارة التنمية المحلية ولجان وزارة التضامن الاجتماعي والفرق المكلفة من السادة المحافظين للمتابعة والرصد، وأيضا تذليل أي عقبات بتقابل العمل على الأرض. الحقيقة احنا في إنجاز كبير جدا بيتم دلوقتي من حتى شباب القرى نفسهم في إنشاء جمعيات قاعدية للتواصل مع الجمعيات المركزية في القاهرة اللي هتعمل على مشروع تمكين اقتصادي والتدريب وتطوير الحرف التراثيه واليدويه في الريف المصري. وده من ده اللي بيدل على تكاتف وتضافر الجهود من كل اجهزه الدوله مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وده اللي السيد الرئيس طلبه بالامس، ان يكون في كل الجهات في الدوله بتشارك في هذه المبادره الضخمه. الانجاز كبير جدا وضخم، فكره تمكين الاقتصادي في الريف المصري مع توافر كل الخدمات الحكوميه والمشروعات البنية الأساسية والتحتية، ده بصراحة إنجاز تاريخي يمكن ما حصلش من أيام حكم محمد علي، لأن ما كانش فيه اهتمام غير ممكن شوية بشق الترع أو بعض الصرف الصحي، لكن ده احنا بنشتغل في تبطين لجميع ومشاركة كمان يعني مؤسسات الدولة بمؤسسات المجتمع المدني وقطاعات كثيرة. أنا بشكرك شكر جزيلا على تواجدك معانا، الأستاذ مصطفى زمزم المتحدث باسم مبادرة حياة كريمة، شكرا جزيلا لك وصباح الورد عليك.